بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيعيش العالم اليوم أزمة عظيمة جدا، ربما تكون الأزمة الأعظم والأعم بعد الحرب العالمية الثانية، وهي قضية فيروس كورونا. حديثنا عن الموضوع لن يتجاوز دائرة اختصاصنا، لن نتكلم في القضايا الطبية، ولن نتكلم في واجبنا وما يجب علينا وما يجب أن نستعمله. هذه قضايا أطباء يقررونها ونحن نتبعهم في هذا، لأنهم أهل الذكر في هذا الشأن، والله تعالى أمرنا بالرجوع إلى أهل الذكر. أما حديثنا عنه فهو من دائرة عملنا واختصاصنا، هل هذا البلاء هو محنة أم منحة؟ الرب سبحانه وتعالى واحد موصوف بالجلال والجمال والكمال، فجلال الله سبحانه وتعالى الشدة، البطش، الانتقام، النار من مظاهر جلال الله سبحانه وتعالى، الجمال الرحمة اللطف، الجنة من مظاهر جماله سبحانه وتعالى، فهو رب واحد جليل جميل. وصفات الكمال هي التي يكون بها الإله إلها، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره. فالرب واحد، فلا بد أن تكون جميع الأفعال منه، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولكن قال السادة الصوفية في الزمان الماضي، قالوا في كل جلال جمال وفي كل محنة منحة، فالحروف واحدة بالاشتقاق الأكبر، منح محنة. فالمحنة إذا شئت أنت أيها العبد بالتجائك إلى ربك يمكن أن تحولها إلى منحة، لأن أفعال الله نسبية. هذه الملايين من الخلق والمليارات، فيكون هذا الشيء لبعضهم نعمة ولبعضهم نقمة، وبعضهم يتقرب إلى الله بهذا، وبعضهم يزداد بعدا عن الله، وبعضهم يأخذه الله تعالى بشر أعماله. رأينا شيئا عظيما عجيبا غريبا، هذا الشيء الصغير التافه الذي لا يرى، أصغر من رأس الدبوس ربما يعني أصغر بكثير جدا جدا من رأس الدبوس، هؤلاء يرى بالعين المجردة. هذا أرهب الأمم وأرهب الدول، الدول العظمى تقف عاجزة، لا تستطيع أن تحرك ساكنا. المسلم حينما ينظر إلى هذا يتذكر القيوم سبحانه وتعالى، وأنه لا يقوم شيء إلا بأمره، لا يتحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمره. هناك بعض المصطادين في الماء العكر حينما نتكلم بهذه الطريقة يقول الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تصفونه إله منتقم شديد عظيم يريد أن يفتك بالناس. لا، ليس الأمر كذلك، هذه نظرتك إليه. أما نظرتنا إليه نحن أنه ربنا سبحانه وتعالى. وما هو ما معنى ربنا؟ هو يربينا، رب يرب، فهو يربينا وهو رب العالمين. يبتلينا بالنعم نشكر فيزيدها علينا، نكفر لا سمح الله فيسلبها منا، أو يذكرنا حتى نعود إليه سبحانه وتعالى. فهو الذي يبتلينا بالمصايب ليطهرنا من المعايب، وهذا شأن الرب. يقول فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. فمن التربية الأخذ بالشدة أحيانا للتنبيه. فهل هذه محنة أو منحة؟ يمكن أن تعرف من حال الشخص الذي يتعامل مع هذه القضية. إما أن تكون رفع درجات، وذلك الإنسان المؤمن الذي يرى كل شيء من الله جل جلاله، يقول إذا رأيت الأشياء من فوق فلها طعم أجمل، إذا رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا. فهذا الإنسان يقول يا رب أنا عبد لك في جميع الحالات، أنا عبد في المنشط والمكره، رضيت بما يرضيك، وهذا قليل في الناس. الثاني هو راض
صابر محتسب، الأول كان شاكرا شاكرا راضيا مطمئنا، الثاني هو صابر محتسب يقول الحمد لله على كل حال، انقطع رزقه ذهبت وظيفته يقول هذا بلاء وقع علي بسبب الذنوب، أعود إلى الله سبحانه وتعالى فيعوضني خيرا مما ذهب، لكن هكذا حاله حال الصابر، هذا يكون تكفير سيئات. الثالث هو ذلك الذي يقول لماذا فعل الله تعالى، ماذا فعلنا نحن، ما هذا الرب الذي يفعل ويفعل، أو ذلك الصنف الذي يقول، والحقيقة غريب جدا جدا حينما أرى يعني رؤساء دول يتكلمون بهذه الطريقة، يقول إيش، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يقول سنقضي على هذا سنفعل وسنفعل. لا أحد يمنعك من السعي في الأرض، لا أحد يمنعك من البحث عن الدواء، بل هذا واجبك، واجب الدول أن تدعم الأبحاث الصحية التي تعالج المرضى وتأتي بطعم وبلقاح يرفع المرض، هذا شيء حسن، ولكن تقاتل وتقاتل من تقاتل؟ تقاتل من؟ أنت تقاتل طواحين الهواء مثل هذا دون كيشوت، يعني تقاتل ماذا؟ أنت تقاتل شيئا يسيرا جدا جدا، هل هو من صنع البشر أو لا لا ندري، لكن الكل يقول إلى الله سبحانه وتعالى. إذن توجهك إلى الله وتعاملك مع هذه القضية هذا جزء من عبوديتك، وهو الذي يحدد أنت على صواب أو أنت على خطأ، وهل هي نعمة أو هي نقمة. ولكن بلا شك رأينا بعض الجوانب الإيجابية، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت انتباهنا إلى القيوم الصمد الذي نسيه أولئك الناس. يوم انتهى إسحاق نيوتن من قوانينه، جاء بعده تلميذه أو جاء بعده هكذا من كان على مدرسته بيير لابلاس، يعرض هذه القوانين لملك فرنسا نابليون بونابرت، فعرض له جميع القوانين التي تحرك والحركة والفيزياء وكذا وقوانين الطبيعة التي اكتشفوها، فيسأله يقول وأين دور الإله في هذا؟ أين الله سبحانه وتعالى الذي يحرك؟ ماذا كل شيء يتحرك بنفسه والقوانين تتحرك هكذا، فأين الله تعالى في هذا كله؟ فيقول له لابلاس، يقول له لا أرى ضرورة لهذا الافتراض سيدي، لا أرى ضرورة لافتراض وجود إله، الكون وحده يعمل، الكون وحده يعمل لا يوجد له محرك. فحينما يكون الطب في أوجه ويكون التقدم في أعلى درجاته ويكون البلاء الأشد، وهذه سبحان الله رسالة من الله سبحانه وتعالى، الدول الأكثر تضررا في هذا هي الدول الغنية وليست الفقيرة، يعني كنا نخاف جدا جدا ونقول الأمر بيد الله سبحانه وتعالى على بلاد مكتظة بالسكان و الناس في حالة فقر، قلنا هذه إذا جاء المرض سيقضي عليها، وجدنا أنه يقضي على الأغنياء قبل الفقراء، ليدلك على أن الله سبحانه وتعالى هو القيوم وهو المتصرف في كونه، لا رب سواه سبحانه وتعالى. كذلك هذه الأرض قد ارتاحت قليلا من هذا العناء الذي تعاني منه منذ بداية الثورة الصناعية، دخان وتلوث وزيوت وبلاء، رأينا أشياء غريبة لا يمكن أن يكون خلفها إلا الله سبحانه وتعالى. النفط عقوده الآجلة تتحول إلى تحت الصفر، هذا لم يحصل في التاريخ. ما معنى تحت الصفر؟ يعني يدفعون لك حتى تأخذ. كسد النفط كسادا عجيبا، النفط الذي هو يعني عصب سموه الذهب الأسود يتحول إلى تحت الصفر، ليقول لك الله سبحانه وتعالى يا من اعتمدت على هذا النفط وعلى هذا المال، الله تعالى هو ربك وليس النفط، الله تعالى هو القيوم، وربما يجعلك فقيرا وأنت تملك جميع أسباب الغنى. كذلك الجلوس في البيوت والهدوء هذا يعطي فرصة للتأمل. بعض إخواننا الدعاة إلى الله ممن يذهب إلى بلاد كاليابان ونحوها وكذا، يقول الناس تريد أن تنصحه، أن تأمره بالمعروف، أن تذكره بشيء عن الله تعالى، يقول ليس عندي وقت،
ليس عندي وقت الآن، أنا مشغول، لأن الخمس دقائق التي سأقضيها معك هذه ربما أربح بها كذا دولارا، فيعني ليس عندي وقت للتفكر بالله سبحانه وتعالى. فالواحد منهم يأتي في المترو يقضي النوم حتى يوفر. هذه الحياة المادية الآلية المتعبة جدا جدا، أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان بعض الراحة. انتبه إلى نفسك، عد إلى الهدف الذي صنعت من أجله. كذلك بعض الناس ما كان يرى أصلا في عمل دائم، الآن صار أهله يرونه، صار يجلس، صار يقرأ، كان حصل هناك يعني نوع من التغير في طبيعة الناس. ومرة أخرى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم تأليه الأسباب، هذه الأسباب من صنع الله تعالى، هو الذي خلق المرض وخلق الفيروس وخلق صانع الفيروس إذا كان له صانع، إذا كان إنسان صنعه ولعب فيه فالله تعالى خالق لعبده وما عمل، كما ندرس في العقيدة، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. إذن ليس بلاء محضا وليس منحة محضة، إنما هو بحسب ما تريد أنت، بحسب تعاملك مع الأشياء. هل تتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل تتضرع إلى الله؟ بعض الناس إذا قلنا هذا الكلام يقول انظر انظر المسلمون هؤلاء بالدعاء مشغولون وكذا، والعلماء يعملون في مصانعهم. لا يا أخي، والله أنت واهم، وجاءتني الرسائل وفيديوهات وأشياء من أمريكا ومن غيرها، المسلمون هم أكثر من يتفاعل مع هذه القضية، وعلماؤهم أطباؤهم أكثر من يسعى لإنقاذ المرضى. رأيت فيديوهات من الصين، من هذه ووهان، المسلمون هم الذين يوزعون الطعام على البيوت المبتلات، يوزعون طعام لله سبحانه وتعالى. هذا رأيته، واحدة مسلمة أرسلت فيديو هكذا بالصور تقول هذا. المسلمون ما كانوا نائمين أبدا، ولكن المسلم متوازن يعمل لله، وهذه الطبيعة يدرسها جيدا مع اعتقاده الجازم أنها من خلق الله تعالى، وأن الله تعالى أمره أن يتعلم أسبابها ليعمر الكون برضا الله سبحانه وتعالى. أما الكافر هو الذي فر من دور المستضعفين المساكين في انظر إلى أسبانيا وإيطاليا وغيرها، وجدوا عشرات المسنين قد مات في مكانه. لماذا مات في مكانه؟ هرب القائمون على رعايته، لا يوجد رقيب، فإذا وجد قد ربما يكون مات بسبب الجوع وليس المرض، أو إذا جاء المرض استشرى فيهم مباشرة، لا تركوهم وهربوا. يقول هذا كما بالتعبير باللغة الإنجليزية يقول ماذا؟ useless eaters، يعني آكلون بلا فائدة، ماذا نستفيد منهم؟ هذه العقلية طبعا ليس الجميع، ليسوا سواء بلا شك، لا نظلم، هناك من غير المسلمين وكثير جدا من يعمل، ولكن هو نسأل الله تعالى له الهداية، نسأل الله تعالى أن يدله عليه حتى يحصل ثواب هذا ويكون عند الله تعالى من المقربين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأخيرا أقول كلمة أخيرة، يعني هذا يذكرنا بقول الله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن يذكرنا بقوة الله سبحانه وتعالى، وأن أخذه للناس إذا شاء أن يأخذهم في حال قوتهم وفي حال مجدهم، كما أخذ عادا حينما كانت تقول: من أشد منا قوة؟ هذه الطريقة، من أشد منا قوة، لا يحبها الله تعالى، هي طريقة فرعون: أنا ربكم الأعلى. الله تعالى يريد أن تتعلم الكون وأن تتقنه وأن تكون عبدا لله فيه، لا عبدا للأسباب، لا عبدا للمادة. نسأل الله جل جلاله أن يرفع هذا البلاء عن جميع الناس، نسأل الله تعالى أن يعجل بالشفاء لكل مريض كائنا ما كان، مسلما كان أو غير مسلم، إذا كان من الأخيار، أما إذا كان من الأشرار نسأل الله تعالى أن يعجل بأخذه، الذي سيكون شرا للإنسانية نسأل الله تعالى أن يخلص الناس منه. أما المريض المبتلى
مسلما كان أو غير مسلم، نسأل الله تعالى له العافية العاجلة، وأن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.